Dear students from the Iraqi Educational Channel with a lesson of English for 4th Preparatory Level. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس من دروس اللغة الإنجليزية لهذا اليوم للصف الرابع إعدادي. Our lesson today is Unit 3 Tests. لنرى معًا ماذا لدينا في درسنا لهذا اليوم اللي هو التست. الآن عزيزي الطالب لنبدأ الدرس. طبعًا الاختبار موجود في الاكتيفيتي بوك كتاب النشاط A exercise A use the words in the box to complete the uh, direction. directions use the words in the box to complete the directions you are at uh, the station اذا انت في المحطه والمطلوب من عندك هذه هي الاتجاهات أن تضعها في المكان المناسب لإكمال الفراغ، إعطاء المعنى الصحيح للاتجاهات: لدينا just past around the corner near 5 minutes away excuse me is the river far from here؟ هنا يسأل عن مكان النهر هل النهر بعيد من هنا far from here؟ يعني هل هو مس الذهاب إلى النهر بعيد من هنا مسافة بعيدة. no you can walk to the river it's only it's only, only five minutes away يستغرق منك فقط خمس دقائق. can you tell me where the book the book shop is هل تستطيع أن تخبرني محل بيع الكتب أين يقع؟ of course it's around the corner. on الرصافي ستريت في الزاوية من شارع الرصافي. Is there a post office near here؟ هل هناك دائرة بريد بالقرب من هنا؟ Yes, there is. It's on the Rashid Street, just past the cinema. Past the cinema. معناها مقابل السينما. Do you know where the police station is؟ هل تعرف أين مركز الشرطة بليس ستيشن هو مركز الشرطة Yes, it's over there near the bank هنا هو هناك قرب البنك near معناها قرب البنك أو المصرف Exercise B Write the words under the the correct picture. إذا هنا المطلوب من عندي هذه الكلمات الموجودة أمامك أن تضعها تحت كل صورة بما يدل على معناها الصحيح فاونتن نافورة جيت اللي هي بوابة جايد بوك كراس الدليل السياحي بلاتفورم اللي معناه رصيف وتم ذكره بدروس سابقة عزيز الطالب انه يكون مع الترين مع القطار ريتيرن تيكت تذكرة ذهاب وإياب ريفا نهر روانز بقايا سينجل روم اللي معناها غرفه مفردة ذات سرير مفرد منفرد اذا ناتي على الصوره الاولى هذه الصوره كما تلاحظ عزيز الطالب هي الفاونتن النافوره الصوره نمبر 2 ريفا ريفر النهر بيكتشر نمبر 3 لدينا جيت بوابه بيكتشر نمبر 4 جايد بوك نمبر 5 اللي هي Return tickets, تذكرة ذهاب وإياب. Picture 6: single room. Picture 7: ruins. And picture 8: platform. الان ننتقل لإكسرسايز ذات that letter C: read the letter and circle the correct form of the verbs in bold. إذا هنا عزيزي الطالب هذه هي لدينا لتر uh, رسالة والمطلوب من أدنى كما تلاحظ لدينا عدة صيغ اختيار الصيغة المناسبة للكلام. dear دي, نزار dear نزار I have been in Egypt uh, for a week now. I'm really enjoying my holiday. I have been I have been seeing. لاحظ معي I have been seeing a lot of new things. دائما عزيز الطالب تتداخل لديك صيغتي المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر، الصيغ متقاربة نوعا ما في الوقت لكن اختلافها بسيط، بما انه تم ذكر I have been been in Egypt for a week now لدينا كلمة now فلذلك انه المدة لم تنتهي لحد الآن. فاستخدمنا i have been seeing yesterday we went to giza and so ما دام عندي yesterday فاستخدمنا so هنا صيغه الماضي البسيط so the great pyramid we are going back tonight for a sound and light show the show هنا لدينا عرض فمع ال... مع اوقات الأرض اذا هنا اصبح لدينا timetable فنستخدم المضارع البسيط اللي هو starts starts زمن المضارع البسيط The show starts at 10:30 so I'm resting uh, resting in my hotel this afternoon tomorrow we can go for a camel ride I إذن هنا لدينا i have never been i have never been on a camel before and i haven't decided whether to go or not i i have been swimming every day in the hotel pool لدينا استمرارية أنه هو كل يوم يذهب للسباحة في المسبح الموجود في الفندق فلذلك have been swimming مضارع تام مستمر every day in the hotel pool and I have already got a tan a tan. I have already got a tan. It's very hot in Egypt. I'm coming home next week. Could you pick me up at the airport? pick me up يعني تقلني أو توصلني إلى المطار. My plane هنا انظر معي. My plane إذن هنا واسطة من وسائط النقل، وهذا يدل على schedule or timetable، لذلك نستخدم leaves اللي هي صيغة المضارع البسيط. Uh, leaves Cairo at 10 and arrives. إذا هنا موعد مغادرة وموعد وصول. My plane leaves Cairo at 10 and arrives at 3. See you soon, your friend Haydar. إذا لاحظ معي أخذنا الكثير من الصيغ في رسالة واحدة. إذا ننتبه معا عزيزي الطالب لنوع هذه الصيغ ومتى يتم استخدامها وتم شرح ذلك كله في الوحده الثالثه. We have the exercise D. Imagine you, you are on holiday in real or imaginary place. إذا هنا يطلب من عندنا أنه نتخيل بأننا نقضي عطله أو نقوم بإجراء نزهه في مكان حقيقي أو خيالي. Write a postcard. Write a postcard or email to a friend. Say what you have been doing and what the place is like. هنا ماذا يطلب مني أنه أكتب؟ أما بطاقة بريدية أو أقوم بكتابة email to a friend إلى صديق. Say what you have been doing and what the place is like. إذا ماذا سأكتب لهذا الصديق؟ ماذا فعلت خلال هذه النزهة أو هذه الرحلة؟ وأي الأماكن؟ كيف تبدو هذه الأماكن؟ أصف الأماكن التي ذهبت إليها. Use words like first and so next then finally to help the reader understand. إذا المطلوب منك عزيز الطالب أن تستخدم بعض من هذه الكلمات اللي هي first and so next then and finally ليش هذه الكلمات نستخدمها دائما في كتابه الانشاء او البوست كارد لتساعد الشخص القارئ على الفهم بصوره ابسط وافضل use adverbs like almost really completely to make the postcard or email more interesting لكي تجعل بطاقتك البريدية أو إيميلك أكثر استمتاعاً استخدم الأدفيربز الظروف اللي هي almost really completely وهناك ظروف أخرى أيضاً ممكن أن تستخدمها عزيزي الطالب لنرى ما هو الإيميل أو الذي كتبناه لك طبعاً أنت تحدد وكل طالب حسب رغبته إذا كنت تريد أن تأخذ هل تريد أن تضع في عين الاعتبار أنك ستأخذ بوست كارت بطاقة بريدية أو إيميل فأخذت لك بدرس سابق بطاقة بريدية وأعطيتك هنا نموذج آخر للإيميل دائما أبدأ الإيميل from زينب to ليلى دير ليلى إذا هنا بدأت أستفتح الإيميل مالتي بكلمة دير ليلى I am emailing you now from New Delhi, India. إذا هنا uh, من أين ترسل الإيميل؟ من New Delhi في الهند. It's such a nice place. I came here to see the Taj Mahal. أين ذهبت؟ لرؤية Taj Mahal. Yesterday I visited many places. تقول إنه يوم أمس زارت الكثير من الأماكن. first لاحظ معي هنا استخدمت الفيرست اللي هو نوه عليها انه استخدمها خلال كتابتي للايميل first I went to the market and bought two saris one for you and one for me along with many other things then I tried Indian food which was very spicy I rode an elephant and visited several Indian temples Finally I returned to my hotel it has been a really nice holiday I'd love to hear about what you've been up to this summer as well email me soon best regards Zainab هذا كل ما اخذناه في الايميل وتقدر انت ان تصمم مع عزيزي الطالب اي ايميل او اي بطاقه بريديه by this item we come to the end of our lesson today Thanks and goodbye.